أهلا بكم مشاهدي الكرام في برنامج حوار بليس، برنامج يهتم بالقضايا الوطنية، يبحث عن علاقتها بالآن وبالأحداث الآنية وبالارتباطات المتعلقة بهموم الرأي العام. وهو برنامج الليلة يناقش شخصية بدأت حياتها عامل ثم دوكير ثم نقابي ثم تدرج في الحياة المهنية حتى أصبح رئيسا لاتحاد لمركزية نقابية ذات بعد وطني. هذا الشخصية اليوم أيضا لها وزنها داخل البلد، فهو مؤرخ وسياسي وله اهتماماته التي يشار إليها بالبنان. معنا الليلة رئيس الاتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا الشيباني والبلال. الشيباني أهلا وسهلا بك. شيباني بلال، احنا مرحبين بك في برنامج حوار بليس، وندورك توضح لنا اللي قال الميناء وعلاقته بسوق العمل اللي قالهم الحمالة وعلاقتهم الاثنين بالميناء وبمكتب تشغيل العمالة. أين تبدأ هذا وتعطينا بالتفاصيل شوي؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. شكرا. بدأ هذا سنة 68 واحد أغسطس 68، مؤسسة فرنسية كانت تنقال لسوام هي اللي تعدل لك سامان تنسيون وعدلت لائحة عن سبكسون. كانت الناس تطلع من عند مفتشة العمل، وكانت هيك الناس تمشي 30 40 رقاش 50 60 70 ويقبضها الميل ياسر ويسقوا منها 20 30 وتم ذيك اللائحة اللي عدلت 106 106 وفيها قوات رافعة تيستات وفيها ناطق الله النظارين وفيها بوينتراتي قالهم ورؤساء الفرق اللي مشوا دكم وعدد من العمال وتموا جاي من 68 لين عاد 70 كريات مؤسسة سمكات تشأت بين موريتانيا والمغرب. هاي المؤسسة كتبت المفتشية عن هالدور ذيك اللائحة وعدلها نداء من عاد عادلها نداء اللي هو رابل وتعود 150 رقاش بدل 106 وعدل ذاك النداء وعادت 106 150 رقاش وعقاب نوفمبر 71 عدلوا قريف عنهم يدور رسمة ودور عدل مشي وكونوا منهم لجنة الساعة ما فات عاد عندهم. لكن قريف من ذلك كان عندكم علاقة تعرفوا قيادة ذاك الإضراب وشنو علاقته بالشركات الفرنسية اللي تحرك أصلا؟ ذاك الإضراب قيادته واحدة من الشقالة طال الله بأعمال الحيين منهم مثل من؟ رحم الله مثل محمد العمار ويدوموا اللحمة العليل ملقب عبدية وهذا هم المزال وفهم من 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 جماعة اللي قالت أكذب معهم عمل سويدي ما هو فهم واحد قال له عبد الكادر والمعالي المشتبة هذا من الناس اللي داروا الساعة فعلا منين وعينت اللجنة وعينوا هم ذو تصلت بهم تصل بهم الكادحين وحسب اللي قالوا جمعوا من الثالث دحميس إلى الرابعة مع صباح وكانوا الكادحين ما همهم عن رسمة عن من يترسمة وفهم من النطاع وعقبوا قالوا هم ذاتوا مرقوا لجنة ولا بد لهم من ذلك وخلوهم باطي عدوا أصحابنا يتموا. إذن عن الحمالة من البداية كانوا ضمن التجاذبات السياسية بين الأنظمة والحركات السياسية. هاي جماعة الحركات السياسية قاعد ساخر. أنا ذاك الكادحين. للكادحين وهم كانوا أعضاء فيها كاملين. ذيك 150 أعضاء فيها كاملين. طيب في 26 يونيو 1972. 20 في 20 يوليو يونيو صححنا 1972 تم إنشاء بوموب مكتب تشغيل يد العاملة. شنو علاقته بين المحطة اللي تتكلم عنها؟ بموب هذا وأسس شوي هم ذو ذيك المفاوضين قاموا عن اتفاق على ملحق قالوا فانني مرأة ملحق بالاتفاقية الجماعية الملحقة بالنقل كومباسون ديسكستر ترانسبور وقام عنهم الساعة رئيس أرباب العمل نصراني قالوا مالفز واحد أخر معاه ووقعوا معهم هذا الملحق وذيك الساعة لما عام اتحاد العمال فال مالك رحمه وقال لي بفموش هيتوا 74 سولوا قال لي عنه أبي وقع
لماذا؟ لماذا؟ عنه ما حضر المفاوضات الجماعية وخايف يعود في خسارة العمال، وعنه نداه المختار رحمه تاني والجميل مختار بداده رئيس الجمهورية أنا، وعنه مازال يدخل قال له انت مساند علي الكادحين، قال له باش، قال له حد ما بيسني الملحق، فاني مرآه معناه المسا هاو الناس ندون نفصلهم عن الكادحين بدل ترسم اللي هو بهم اللي هم الأولين دربوهم إسرائيل بالشفية الروس وخبطوا قص القصة هم الأولين خبطوا. طيب طيب وصلنا لمرحلة يوليو 1972 اللي أعلن الحكومة، وبالتالي وبالتالي في هذه المفاوضات من وقع التلفانة وعدلت لائحة عدلت النقابة المهنية أنا ذاك البوكا 155 رقاء من يرأسها؟ يرأس واحد قال له نجي بوكا أنصي جندرم جندرم السابق، وواحد قال له السن الجاي هاو كانوا بنترات فتابي اسمه مالتي هم اللي كانوا نقابيين الساعة الجنرية مازال قانون محترم ما عندنا الحق نعودوا نقابيين، كنا نسرقوا عليهم هم ذو عود معنا شن المؤسسة البحرية وينشحوا بهم اللي دائما معهم احنا، وبالتالي هم هم موقعين وقالوا فان مالك عنه وقعها على طابلة المرحوم المختار، ومنين وقعت 155 عيطتنا النقابة بس يطرف ايده وبدرك بيت فم كبير متقابل مع دار الثقافة كان فم عيطنا فيه وعيطنا وقال انه اللي سمع اسمه هاد عامل مهني واللي ما سمع اسمه يدبر مع راسه. طيب هذه اللائحة، هذه هي اللائحة صيغة اللائحة نشر طب ابو بكر هو الطب الوحيد ديك الساعة الخاص وعدل لنا رجل عدل لنا في زيت وقال لنا نصراني عن راهم الاسماء ما تلاقوا خالقين خالق الله الارقام، ومن ذاك التاريخ اللي هو 19/1972 درك خلاص مو بحالنا يجينا اللي على القانون. طيب انا عندي الوثيقه اللي من 24 يونيو 1972، اعلن فيه محضر، هذا المحضر تمت من خلاله حل حالة بعض المشاكل المطروحه للعمال انذاك، وفيما يبدو انها كانت متركزه على النقل وعلى يعني اللائحه نقل العمال. هذو اللي بروفيسور هاي شو اسمها هذو مختلفين هذو العمال انذاك المتوفرين للميناء. هذه المطالب ليك الساعه كانت قدها متعلقة بنقلهم وما فيه رواتب محددة وما فيه هنا الناس بداية يمكن جات العمل وما زالت خص قدم من المهنية يعني كان عندهم فيش بيلجتير عندهم هم عندهم ذيك فانا منين عدلت الناس الرسمي العمال المينائيين الرسميين هم يقولون لهم هم راك العمالة وانا شفت قدر من اللي قال القاموس قوام ان شاء الله مكتوب لهم عامل بحري بدلا من حمال عامل مينائي. هؤلاء العمال المينائي المهنيين انضمن لهم في ذيك الاتفاقيه 173 ساعه و300 شهر اذا ما اشتغلوا يخلصوا، واذا اشتغلوا خاصهم شيء يخلصوا وسع الاشتراك يخلصوا. وهم هذو عندهم حكايه عنهم من ذيك الساعة إلى ذاك ما قط حد دربهم على رافعات اللي هم اللقات وهم يشتغلوا وهم يشتغلوا جميع البواخر ومهنيين وهم اللي يرجع لهم الفضل في تموين السوق الموريتانية ويرجع لهم الفضل اللي هم هذو العمال الرسميين في 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 شغلة الميناء الورف أنا ياكل الميناء بهم اللي عمال مهنيين وعملهم يشتغلوا عمل اليابان يشتغلوا ليل ونهار لعل يخص الشيء والله يخص أي بلد من الوطن تموين. واضح واضح. أنا عندي للمشاهدين هذه الجدول لرواتب عمال الميناء أنذاك المسمين جوكيرات اللي هم الحمال الآن، وفي أيضا محضر من المحاضر لذاكرتكم وذاكرة الناس المهتمة بالمجال. هذا المحضر فيما يبدو حضرته مجموعة كبيرة، فيه سيد صودينا بصفته ممثل لمؤسسة البحرية، وفيها كذلك الداهول الشيخ ديركتير دلا سوماكات، فيه كذلك توري راسين ديركتير دلا STTM، وفيه السيد بواسون ديركتير دلا اسمك، وفيه السيد عمرون، فيه السيد شعيب، وفيه السيد محمد والحسن ديركتير بموب. محمد حسن طيب هذه المحاضر اللي مؤرخه فيما يبدو في 1974، انتم هذيك الساعه العمال
يمثلون الشركات ولا تمثلها العمال بممثلين عنهم منتخبين؟ العمال من يمثل العمال؟ العمال قاموا في وقتهم يوم عمال المينائيين يوم تقول متوما حماله قاموا في وقتهم في النقابة يوم اللي 71 قطعوا الكارت في الإتام زمن فايل مالي اللي ويس على الاتحاد العام لعمال الموريتاني وقلنا عنهم كان نقابيهم جاي بوكار واحد انسي جندار وسيدي جاي صحيح واحد القسم واحد النقابي المهني ولكن ما حضر ال 20 يوليو هو اللي انشئ اللائحه انشئ اللائحه دوكار كازمي العمال الميامين الوافيين انشئها عن هالفرقه سووا لي الشرايك سووا لي تم اداره العمل ساعه واحد قال لي ساعه ما اعرفها لا تقوم الطريق عنها طريق النعمة وعن مخيوف الناس ما هي جالسة تمشي قالوا اشتريت عن تنحكم لهم الفرقات من ذيك الناس اللي كي لا يعدوا لها كرات لا يعدوا لها بطاقات لا يعدوا لها شيء وقال لي ورا ذاك ب 15 عام عن هذه الناس عايدة السبب اللي يعدل هذا حصرت كاملة على الرئاسة حصرت مختار يوم 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 19 يوم جمعة يوم 19 يوليو 1974 ووقف عند تلاحقوا فهم ووقف عند الفهم ومش دارك يجيبوا لهم المربعة وعيت الوزير وسمعت عن وراك بخم طوامر عن هاي الناس اللي جاتوا ترسمي طيب هذا العمار رسمي طيب يقول الناس اللي جمعت طيب ما عدلت ذاك طيب اسمح لي الحكومة أنا ذاك شني علاقته بتأسيس المكتب اللي قالوا مكتب تشغيل يد العاملة واللي هو مكتب فيما يبدو عن شركات فرنسية والشركات اللي كانت هي الخلفية اللي وراه غير صادر قرار بتأسيسه من قبل وزير الداخلية الموريتانية شنو علاقة هذه الشركات هو منين هو لا بد من افتتاح مكاتب التشغيل وقام النصراني اللي هو ويكساع المسير هو المدير العام السويمي قالوا جرماني قام وعدلوا تلزاسوني من الصاسين كانت ست الصاسين كانت سينك لذن رخصة رقم 155 17 مارس 1972 رخص وزير الداخلية عن هذا المكتب عن راه هو يشتغل على أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية ولا عنده أي صفة ربحية ومهمته تحديد عدد ذكر بروفيسيونال العمال الرسمية تحديد عددهم وتحديد لهم ضمان اللي هو ذيك 170 ساعة سلام من مام جارانتي هذا هو قد مهمته ويوزع مستلزمات ملع للكريتيزاتور دي جور ذوك المؤسسات اللي طيب طيب فيه ايضا محضر عندي يتكلم عن عدد ساعات العمل اسبوعيه وايضا حتى تحديد الرواتب انتم حددتوا الرواتب في بدايه السبعينات واستفدتوا منهم انت انا ذاك كاحد العمال هل المطروح الان ما زالت الرواتب لماذا هل لك ساعه الاتفاقيات ما ما ما, ما بقيت مستمره ولا خسرت من هو يتحمل مسؤوليه خسارته ما هذا تم اللاجئ قلنا عن اللائحة العمال الظرفيين هم عدل تلم لائحة 74 المحضر هو اللي ناشئهم 74 وذيك الساعة كانوا اللي قالوا عمل السيارات اللام بينهم هم التجار والناقلين إلى 79 من تأسيس الميناء 67 إلينا 74 79 السابق كانوا هم اللي عيطوا رؤوسهم على السيارات ويقفوا رؤوسهم يقعدوا منهم واحد ذاك اللي قاعد يعيطوا عنده لائحة داير ذيك الليل في كارنت 32 صفحة وهو ذاك يعيط مراش كل حد يطلع يعطيه 5 يعطيه 10 طيب وإلين عاد 79 طيب قبل 79 انقلاب اللي خلق طلبوا اجتماع بوزير النقل التجهيز والنقل اللي انشأته اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني وجابروا معاكم فيما يبدو كان من أهمية كوميديك الساعة انهم جابروا معاكم في يوم 14/10/78 شنو هي اللي طراوا سنادرة كمستلمين للحكم بدل المدنيين طراوا لكم انتم انا هم كتبوا لهم اثنين يمثلوا يكسع هذه لائحه الفرقات للعمال الوظيفيين واحد قال له لقب ابراهيم حموت محمد الصفيح حموت كاملين كتبوا رئيس اللجنه العسكريه مصطفى الولايات حموت ان شاء الله كتبوا له عنهم كتبوا له مواد خفيفه ما طلبوا ترسمي كتبوا عنهم يدوروا النقل ويدوروا اللائحه تحترم ومش وزير التجهيز والنقل انا ذاك المرحوم احمد سالم السيدي وعيط
وزير العملي سعد بن يوسف والوالي سي محمد عبد الرحمن شيخ معارو باري يرحمه وعدي اعضاء اتحاد العمال ومدير المؤسسات مدير انفيتي ومدير سجوكو انفيتي احمد بن الخطايم عبد الرحمن الشعيب طيب وهما شمعوا وعدلوا ذاك المحضر وقروا عنهم تقريبا يعدلوا ملحقات شنو نتيجته خلاصه اللي حصلوا منها؟ ما حصل منه شيء به اللي جاب المحضر ما طبق طيب تم دائما تم دائما محضر عدل في في, في 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 السنوات الجفاف من ترى كانت السنوات الجفاف اثرت على كثره العماله في الميناء اثرت على الميناء به اللي الميناء عمل حر وتقريبا القاش يقدر يدرك في العمل من توفى باخر ولا شيء والله يعدي السيارات يتم عدهله وراه هو هذا ذاك السعر اللي عندنا ذاك ب 500 جاي من 40 وقيه للطن 40 وقيه وقبل عاد 60 وقبل عاد 100 وقبل عاد 200 هذا جايك حزم من 40 وقيه واضح طيب دائما كانت المشاكل المطروحه فيما يبدو الناقل و يبدو ان ما كانت مطروحه مشاكل عويصه بين التجار وارباب العمل والحماله مثلا عندي محضر يتحدث هذا المحضر في 76 وقعه عين العمال الاغضاف والمجم وسيدي والمجمبه وسيدي محمد الطفيل وعن الحكومه الوالي انذاك جبريل عبد الله بالانابه عنه السيد مسعود بالخير وفهم ايضا المفتش الشغل جقنا جبريل هذا محمد طيب وعسكريين هذا هذا المحضر اش طرالكم هذا المحضر تعاقبوا العمال هم والناقلين والتجار تعاقبوا على منين تبع هذيك الساعه تبش كامل المزال لا تبش سليمكس المفاضية والهلال يوريما كامل في الميناء في أرضية الميناء ومنين عيد تبعد الوتن الريمي يقولوا زيدونا قاموا التجار الناقلين وعدلوا يضرع وقالوا عنه ما تلاقوا يدخلوا بور طيب أنا ذاك الإضرابات يعدلهم التجار ما عد ما أنتم هم التعدل لكن مرة حد يعدلهم مرة أنتم ومرة هم يضرر كحد الضرر يقول عنه ما تلاقوا يدبش يعني عن الحكومة ذاك حاسب أنها عادلة بينكم كلكم يشكي لها مرة المهم عنه منين خلق الإضراب جفم جبريل بور جلبرف جبريل عبد الله عبد الله سامبير أنا ذاك كل بينا جابرييل سامبير وقال عنهم بور لا بد لهم يشتغل ورف لا بد لهم يشتغل ولو يجيبوا صنادل الشغل وعنهم عيطوا مدير الشغل وعيطوا لاتحاد العمال وعيطوا لواحدين من العمال نشوف قانون العمل خالي عاطي العمال الذهب ينعطالهم وشماوا فيه المحاضر والاتفاقيات الجماعيه ما هم قابلين طيب واضح واضح وبالتالي وعدي تاني البروتوكول دوكور سناته معهم ديك الساعه شريكه كانت عنده البيدي الله يرحمه الشيخه قال السجاء وقت معهم البروتوكول دوكور واحترمتوا احترموا الالتزامات اللي وقعتوا لي احترموا منه شيء وشيء ما احترموا كما احترم احترم الاسبوع الاول عقب ما اذا دائما الاتفاقيات يحترم منها شيء ما يحترم النصوص فتره المختار خلاص وفتره المجلس العسكري الأولى ثم فترة معاوية سيد أحمد الطايع خلقت فيها مواجهة كبيرة مواجهة 91 سابقا نتكلم عن 91 شنو ملامح ذيك الفترة عليكم كحمال مواجهة 91 كيفاش لا الإضرابات 91 سابقا نتكلم عنها قابل نتكلم عنها شنو ملامح ذيك الفترة عليكم كعمال شي استفدتوا من الفترة اللي كان حاكم المجلس العسكري الخلاص الوطني زمن معاوية سيد أحمد الطايع المجلس اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية خلاص وطني قبل الديمقراطية هذه اللجنة ما عدلتش كبير وعدلوا فم نداء وعدل نداء لله 83 وذاك النداء 82 وذاك النداء قاعد زمن هيدالة وذاك النداء شمن كثيرة العمال اللي في الله هذيك الف 709 منها باو يتكلموا وذاك ناتج يعني احتجاج ناتج محتجين عن عيد 4 اكتوبر 81 وعد المكتب جديد لاتحاد العمال في الكوري الحميتي وبيدل هذا نايب وكذا بين الحركات الثلاثه الكادحين والناصريين والحرب وهذا المكتب هم ذيك اللائحه ضده هم مع المكتب اللي طاح اللي عليه المرحوم شيخ معين الربا وباو اعترفوا بالمكتب الجديد واضح وبالتالي قالوا العمال عندي رابل انهم لا يتكلموا فيه وبالتالي تبرد مرقت منهم اللائحه 707 يلا طيب
قبل أن نختم هذه اللمحة التاريخية السريعة، وين انت من ذا كامل؟ انت انت بدأت قطر رفت الدبش على راسك، انت بدأت انت في المهنة، وين انت بدأت تبرز فيه كشخص عندك مؤهلات قيادية؟ انا داني العمال مندوب احتياطي 74 ابريل ماي 74 مندوب احتياطي مع مجموعة المنادي، وعقب لي البدو يقول قمت توف من انا صغير طموح عن حد شيء يخدم يلا لا يزيد شيء، وعادوا معايا عدي منادي ملوك المنادي تعاقبت انا وهم، ذاك المحضر اللي ما ذكرت لي معدل 26 جانفي 77 ذاك رابور كاتب انا وحدين من المنادي معايا اثنين الله هذا المختار يرحمه، عنا ممنوعين من التقدم كاتيجوري الدرجات، يعني كانت عندكم إمكانية التقدم وتتطور ممنوعين من نطوروا قرياتنا، كانت ذيك 155 لماذا تم يمنعكم؟ ذيك 155 فيها 120 الكل في نقول الكل ديزيام كاتيجوري 14 تريس قوات الرافعات تروازيام والسبع متر بلات والسبع شيف ديكو بس البنترات كاتريان، منين نكتب رابور المرحوم مشال سودينا ساعة رجوع العقيد فياه من الصنقة درنا وزير عمران أنا ذاك وجات رابور مشال سودينا وجينا وقالنا بعض طريفة خلوني أعتقد نقولها قولها تماما باختصار شديد، جيتو منين جيتو في البراوة الشانت عنده هاك رابور قال لي انا ما انت قال لي لا دلوير ما تقرس من عود قابل قاش وكاتب في رابور وهاكم قد كتاب ومدرق في السكين ان شاء الله اليوم نقول له انا ندور معناها انك شباني لا دلوير تقوم وانتم ما دلوير تعرفوك تعرفون اقلو عيد شمنو كان يجي من كان ديوار يقرس يجيبوا حابه يكسار يعني وقع سالم حابه مزال وبالتالي وبالتالي ذاك المحضر 77 ذاك عنه طلعني ذوك درجات لكم طيب 82 فاتوا جاوا العسكريين. انت بدات تقود النقابات نقابتك؟ انا لا منين جيت ذوك المناديب العشره وهم واحدين منهم واحدين قالوا عبدو مسيكين عقب قال السيني قالوا لا رجع عبد الكادر المالك ما توافقت معاهم انا طموح عني لا نسي شيء. طيب طيب وهم قالوا عندي اللي ندور. طيب مشاهدي الكرام الحلقه المواليه من حوار بليس نواصل الحديث مع نقاب الشيباني والبلال ونفهم من خلاله الى اين وصله طموحه. الى تلك الحلقه اشكركم والسلام عليكم.